فعايز اقول لك ربنا بكل جنيه خدته هتلاقي مصيبه في حياتك. انت واخد شقه وتعب ناس بادئين شغل، مش ناس مثلا رايحين يقعدوا على كافيه ولا رايحين مصيف، انت واخد تعب وشقه ناس محوشينه عشان يبداوا مصيف، كان حد لسه رايح يفتح كشك في الشارع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده على غير العاده، فيديو سلبي شويه. النهارده اكلمكم عن تجربه حصلت لي لقيتني جد. قبل ما ابدا وقبل ما انسى، حطوا لايك للفيديو النهارده، اشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس اللي جنب زر الاشتراك. تابعوني على اليوتيوب هتلاقوا اللينك في اول تعليق مثبت، كمان تابعوني على الفيسبوك هتلاقوا برضه لينك في اول تعليق مثبت. ويلا نتكلم في فيديو النهارده او في اللي عايز اتكلم فيه النهارده. بصوا مش محضر كلام ومفيش كلام المفروض ان انا اقوله، بس هتكلم في التجربه اللي حصلت لي. بصوا اللي حصل ان انا الشتاء اللي فات عملت لكم فيديو قلت لكم فيه ان انا عايز اعمل اعلان ممول على الفيسبوك، واني جربت الاعلان ممول على الفيسبوك وحصل ايه والتفاصيل كلها هتلاقوا الفيديو في الاي فوق دلوقتي حلو في اول تعليق مثبت. تجربه الاعلان الممول على الفيسبوك وان هو كان صعب والكلام ده كله. المهم ان انا بعدها لقيت بقى الفيسبوك ده عالم كبير جدا 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 في تكبير صفحات، يعني في ناس بتجيب صفحه اصلا كبيره تشتريها، يعني هي مثلا عندها معاها فلوس وعندها كونتنت عايز تقدمه، ما عندهاش وقت بقى ان هي تجيب صفحه وتكبرها، تعمل صفحه وتكبرها، لا بتشتري بيدج جاهزه 100,000 200 300 400، كله رخيص على فكره مش غاليه، بس مش موثوق فيها. في كده حاجات معينه ناس في الفيسبوك فهموهاني، حاجه اسمها جوده الصفحه ممكن تكون فيها انتهاكات، الربح فيها موقوف، ممكن تكون الريتش بتاعها واقع، حاجات كده كتير. في ناس بيبقى معاها فلوس فبتشتري صفحه وتشتغل عليها. المهم ان انا لقيت ده، ولقيت بقى حاجه ثانيه اسمها متابعين سيرفر بيتباعوا بالألف متابع، الألف بمية جنيه وبثمانين جنيه وبسبعين جنيه حسب المكان اللي تشتري منه. وحاجة اسمها شيرات، انه بياخد الفيديو بتاعك يحطه في بيدج كبيرة فيخش لك فولورز او متابعين، وقصص كتير بقى كتير كتير، وكل بقى واحد يحلف ويكسب ان انا كلامي صح وان انا مش حرامي وان انا مش هسرق منك حاجة، ان الحاجات دي مفيهاش ضمان. انت حاجات الكترونية ببعت الفلوس على فودافون كاش وهو بيبعت لي بعدها لينك البيدج، ممكن ابعت وبعدين هو ما يبعتش، قصه كده كبيره. وحاجه اسمها ضامن، طب وسط بيننا ادمن، قصص كده كتير. المهم يعني قررت ان انا اسلم حل هعمله، هو ان انا هفضل في صفحتي وهعمل حاجه اسمها شيرات، يعني حد هياخد من عندي منشورات يحطها في صفحته الكبيره دي، فالفولورز اللي عنده فيهم مثلا 100 شخص عجبهم المحتوى بتاعي فهيتابعوني، فبالتالي الريتش عندي هيقل اللي هو التفاعل بقى واللايكات والمشاهدات والشيرات المشاركه يعني، وكمان المتابعين برده هيزيدوا عندي بس، وبيبقى مش غالي، بيبقى تقريبا ال1000 متابع او ال1000 فولور بيتكلف 120 125، فطبعا كان رخيص جدا وموثوق ومضمون ان انا اللي جاي لي دي اهم حاجه عندي. انا عندي هنا قناه على اليوتيوب صغيره بس اللي فيها ما شاء الله كلهم حقيقي، ما فيهمش واحد فيك، اعتقد فيهم خمسه بس فيك عشان يعني ابقاش بكذب. كنت في مره من زمان حد قال لي نتبادل فقصه كده. المهم يعني ان هم كلهم مشتركين حقيقيين. ففي الفيسبوك برضه حبيت نفس الموضوع ان انا يبقى عندي متابعين حقيقيين فعلا. نخش بقى في القصه نفسها. كلمت شخص مش هينفع اقول اسمه، بس اللي عايز يعمل موضوع الشيرات ده يخش يبعت لي، ولو هو الشخص هقول له ايوه ما تتعاملش معاه، لو مش هو هقول له مش هو. وكان بني ادم في منتهى الاحترام والذوق. انا من الناس اللي بيكون في حاجه داخل فيها كتير بحب اسال فيها كتير واعرف واستفهم، ما بحبش ابقى ماشي كده وخلاص، بحب افهم كل حاجه. فالمهم كلمته اكتر من شهر، كنت كل يوم بكلمه، طب هو ده ايه؟ طب ده ايه؟ اول حاجه قال لي عليها قال لي حول صفحتك من بيدج كلاسيك لبيدج بروفايل، ده ما اعرفش بيبقى اسهل في ايه وفي ايه وفي ايه، وخلي فيها سياسي، كلمه سياسي دي تكون موجوده في الصفحات احطها لكم هنا. المهم جينا بقى عند الفولورز، قلت له بص انا مش هبعت لك الفلوس كلها مره واحده، انا هبعت لك الاول، انا كنت عايز 5000، قلت له طب انا عايز 2000 عشان اجرب الاول اشوف هل حلو وحش نصاب ولا مش نصاب من الاخر يعني. اي لا الشراط قال حاجه 5000 ما ينفعش 2000. ليه؟ هو كده ده النظام. طب تمام ماشي، بكام؟ ال 1000 ب 120. قلت له خلاص هديك الاول 400، هحول لك 400 الاول ولما يجوا لي هحول لك الباقي. قال لي والله ده مش نظامي بس انا ماشي مش هقول لك حاجه. تمام. ويا شاء القدر ان انا كل ما اجي عشان احول له الفلوس حاجه تعطلني. لحد ما حصل حاجه، كنت في مكان لقيت عرض واشتريت حاجه بالفلوس كلها وفلوسي كلها خلصت. قلت خلاص بقى زي طبعا وقتها ان انا صرفت الفلوس كلها ما فكرتش يعني، قلت خلاص ان شاء الله بعد كمان شهرين ثلاثة كده ان شاء الله ابقى اتواصل معاه تاني واعمل نفس الموضوع. فوجئت بقى من اسبوعين كده ان هو كان مدي رقم اخوه عشان اخوه اللي بياخد الفلوس، يعني هو شغلته ان هو ينصب، اخوه بياخد الفلوس. فكره ان النصبايه كانت بروفيشنال جدا، يعني مفيش غلطه، واخوه بقى زي حضرتك يا فندم انا كذا كذا، انا كنت الاول صح ورد عليه قال لي كده. المهم اخوه عمل بلوكات لكل اللي كانوا بيكلموه، مبقاش موجود ولا رقم ولا واتساب
واحمد نفسه الشخص ده اسمه احمد، مش هينفع اقول لك احمد ايه، هو اسمه احمد للاسف يعني. اختفى من على الفيسبوك ومن على الماسنجر، هو كان مدينا كلنا الامان. ازاي بقى كان مدينا الامان؟ اولا ما كانش عامل بيدج غريبه، دي كانت صفحته الشخصيه اللي فيها اهله وفيها اصحابه. ثانيا بيعملوا حاجه كده مؤخرا اسمها يا جماعه ده منشور ضمان، اللي جربني يكتب، فطبعا كلنا نصابين في بعض يخشوا ويكتبوا لا ده ده مضمون، الراجل ده ضمنه برقبتي، الراجل ده مش عارف ايه، طبعا كله في الاخر نصب، ويبقوا صحاب في بعض اصلا، بيجاملوا بعض المجاملات على حسابنا احنا. فانا لما عرفت الموضوع ده وانا عندي نافذه صغيره قد كده، يعني صوتي ممكن يكون مسموع بنسبه حتى 2%، قلت والله لو واحد بس وفرت له 600 جنيه هاخد ثواب. ده هدفي، لان في ناس بتبقى بادئه على الفيسبوك من غير اليوتيوب، فمتخيل هم قعدوا قد ايه حوشوا في 650 جنيه اللي انت سرقتهم منهم في كده، انت متخيل؟ يعني الناس اللي بتسرق دي عن طريق جهل الناس التانية، في ناس مش واعية. انا كنت بسأل وافهم واستفسر، برضه كنت ممكن اقع في الاخر عادي. المهم فانت متخيل انك انت بتاخد تعب وشقة واحد او واحدة لسه بادئة مصدر دخل ليها، لسه بادئة تعمل فيديوهات على الفيسبوك او على اليوتيوب، انت متخيل ده؟ انت متخيل انك انت بتاخد 600 جنيه مني ومن غيري ومن غيره، ربنا يهنيك عليهم؟ لا لا، انا مش عارف اجيبك تاني، او انا مش مشكله خلاص، مع الف سلامه مش فارق معايا اصلا، بس ربنا شايفك. فلو كان الفيديو ده انت بتشوفه انها هزوع على الفيسبوك وهزوع على اليوتيوب، دي حاجه اول مره تحصل، فعايز اقول لك ربنا بكل جنيه خدته هتلاقي مصيبه في حياتك. دي مش دعوه، ده وعد ربنا. انت واخد شقه وتعب ناس بادئين شغل، مش ناس مثلا رايحين يقعدوا على كافيه ورايحين مصيف، انت واخد تعب وشقه ناس محوشينه عشان يبداوا مصدر، كان حد لسه رايح يفتح كشك في الشارع فانت سرقت فلوسه، فتخيل بقى ربنا ممكن يعمل فيك ايه. بس فانا كل عايز اقول لكم في موضوع الفيسبوك، ملخص الموضوع وقصته كلها، اشتغل على صفحتك، حط هاشتاجات، اعمل شيرات عند ناس معروفه، اللي عايز يعرف مين تواصل معايا على الفيسبوك في الرسائل وهقول له مين، هتلاقي اللينك في قلت عليه مسبب تحت الفيديو ده، تواصل معايا هقول لك مين، ناس كبيرة أنا عارفهم مجربين معاهم وبنفس السعر وناس مضمونة، مش أي شخص وخلاص ومضمون مضمون، ما ينفعش الحاجات دي، مفيهاش ضمان. الناس التانية بيبقوا خايفين، خلاص قابلني قابلني أعمل لك الإعلان وتديني الفلوس. طب افرض ده واحد أنا مش عارفه، وفي ناس فعلا بتوافق، ده واحد أنت مش عارفه، أنت مش عارف مين ده، أنت مش عارف أنت رايح تقابل مين ومع مين وفين والواحد ولا مع حد، فده موضوع مش مضمون. بس ده كان فيديو النهارده، حبيت بس اقول لكم اللي حصل معايا عشان برضو احذركم. حطوا لايك للفيديو النهارده واعملوا شير عشان بس والله الافاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.